بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم، معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض لسن 4. لسن 4 بعنوان Comparing Plant and Human Systems. وPlant and Human Systems مقصود بيها الأجهزة اللي في جسم الإنسان والنباتات. هتقول لي ايه ده يا مستر، هو في علاقه بين الانسان والنبات؟ في علاقه كبيره بين الانسان وبين النباتات، ونقدر اصلا نقارن بين الانسان والبلانت في امور كتير، زي مثلا ان الانسان بيحصل على الطاقه ازاي. انت بتقعد تذاكر، وانت بتقعد تذاكر او بتلعبي كوره، او مثلا بتلعب كوره، انت بتجيب الطاقه منين؟ تعال نبدا بالهيومن. يقول لي they must eat، اللي هم الانسان يعني، اللي هم الهيومنز، you must eat food throughout the day to get energy، عشان تحصل على الطاقه. وده عن طريق سيستم اسمه digestive system، اللي بيعمل digest للفود into glucose and nutrients. then these nutrients، الغذاء ده is absorbed into the blood. يعني باختصار شديد، انت اكلت ساندوتش همبرجر، فالدايجستيف سيستم حوله الجلوكوز وحوله النيوترينز، والنيوترينز دي انتشرت في الدم، فانت استفدت واتغذيت. السيستم المسؤول عن الاكل عندك اسمه ايه؟ اسمه دايجستيف سيستم. طب هو هل البلانت بياكل همبرجر؟ هل البلانت بياكل مثلا بطاطس؟ لا، البلانت دي طريقه تانية في الاكل، وكنا شرحناها في الليسون اللي فات. طب بيحصل على الانرجي منين؟ عن طريق فوتوسينثيسيس بروسيس. they can manufacture، يعني يصنعوا their own food to get energy through photosynthesis process. طب الجازس، الغازات، هل الانسان والنباتات في اشتراك ما بينهم؟ قال له اولا البلانت بينتج حاجه اسمها اكسجين. فاكرين لما قلنا ان الاير انتر تو ذا بلانت اللي هو الكربون دايوكسيد ويخرج اكسجين؟ الانسان بيتنفس الاكسجين ده، بس هل في فتحات بيدخل منها الكربون دايوكسيد ويخرج، يدخل منها الكربون دايوكسيد ويخرج منها الاكسجين؟ قال لي الفتحات دي اسمها ستوماتا. طب الانسان عنده فتحات للتنفس؟ ايوه، عنده نوز، اير انتر هيومن ثرو نوز، وبعد كده الهواء ده بيدخل جوه الانسان على الرئه، على اللنج، واللنج دي بتنقله للبلد. فلو احنا حبينا نتكلم اكتر، هنتكلم عن حاجه اسمها هيومن سيركيلاتوري سيستم، وده شيء مهم جدا، لان الانسان لما بياكل مثلا، احنا محتاجين الاكل ده ينتشر في جسمه كله. ازاي الاكل ده هيعمل ترانسفير او ترانسبورت؟ ترانسبورت يعني مواصلات، او ازاي التوصيل هيحصل؟ ازاي الاكل والغذاء، ازاي الاكسجين اصلا انا اتنفسته في صدري، في اللنج، ازاي الاكسجين ده ينتشر لحد رجليا ولدماغي؟ وهنا يجي وسائل المواصلات جوه الجسم. تقول لي يا مستر وسائل مواصلات؟ وسائل مواصلات جوه الجسم، يعني لما يكون عندك انت شويه غذاء عاوز توزعهم على الجسم، في سيستم مسؤول عن ده، سيستم مسؤول عن transport of oxygen and the nutrients، الغذاء to all body. طب يا مستر هتنتقل ازاي؟ انا واحد اهو كلت، ازاي الاكل هينتشر؟ قال لك عن طريق البلد، عن طريق الدم. الدم بيشيل الاكل اللي انت كلته طبعا بعد ما يكون اتهضم، ويوزعه على جسمك كله. فلو الدم بتاعك مثلا انت شربت عصير، السكريات دي بتنتشر في جسمك كله، وهكذا. السيستم مسؤول عن ده،
هو human circulatory system. فcirculatory system يعني إيه؟ It is a system that transports oxygen and the nutrients through the blood to all body cells. هو السيستم اللي بينقل الأكسجين والغذاء اللي هو النيوترينس to all body، ينقلهم لكل الجسم عن طريق البلد، عن طريق الدم. طيب هو أصلا إيه شكل السيستم ده؟ بص سبحان الله شكله عامل إزاي جوه جسمك. عبارة عن أنابيب تيوبس منتشرة في كل جسمك. لو تاخد بالك التيوبس دي كلها متجمعة هنا في المركز هنا عند هارت، عند القلب. فأول جزء من مكونات السيركيلاتوري سيستم هو الهارت، اسمه هارت مش هيرت، اسمه هارت. يبقى it consists of heart and the blood vessels، القلب والأوعية الدموية. القلب اهو، وخارج من القلب تفرعات لكل الجسم. التفرعات دي من الواضح انها مختلفة عن بعضها. طبعا هي لونها مش ازرق واحمر، يعني هو هنا ملونهم في الكتاب عشان اللي بالازرق ده ليه وظيفة واللي بالاحمر ليه وظيفة. انما هو لو فتحت جسم انسان مش هتلاقي جوه ازرق واحمر يعني واورنج وبنفسجي، مفيش الكلام ده، كله احمر. طيب يبقى بيقول لي ايه؟ اولا انت عندك الهارت، قلب، هارت. ايه فايدته الهارت ده؟ قال لي القلب او هارت متقسم لاربع اجزاء. القلب متقسم لاربع اجزاء، كل جزء بنسميه تشامبر. يبقى هما فور تشامبرز، هما اربع غرف. القلب طبعا، القلب زي ما انت شايف احنا بايه؟ بنستسهل ونقوم عاملينه كده لاف، اللي هو ايه؟ كده يعني. لا القلب في الحقيقه مش كده خالص، يعني القلب مش شكله قلب ده، ده القلب ده حاجه تانية، يعني ده مجرد شكل بنعبر بيه عن الحب، انما ده حاجه تانية. ده متقسم لاربع اجزاء، فور تشامبر، تو ارتيا اند تو فنتريكل. في عندنا الجزئين طبعا، في اتريوم واتريوم جمعهم اتريا، يعني هنقول تو اتريا اللي هم فوق اسمهم اتريا، واللي تحت اسمهم فنتريكل. فنتريكل، فن تريكل، ماشي؟ عشان مش عارف ينطقها. فنتريكل. طب بيعمل القلب ده يعني يا مستر؟ يعني انا لو جيت في الامتحان سالتك قلت لك الهارت بيكون من ايه؟ فور تشامبر. طب بيعملوا ايه يعني؟ القلب ده بيعمل ايه؟ قال لي ده بامب بلاد، ده البامب بتاع البلاد للجسم كله. بمعنى انت العماره بتاعتكم مش في موتور ميه تحت، موتور الميه ده فايدته ايه؟ ان يطلع الميه للعماره كلها، هو بامب مضخه. نفس الكلام الـ القلب ده بيضخ الدم لكل الجسم. اللي بيحصل في الجسم هو حركه للبلد طول الوقت، يعني بيحصل تحرك للبلد طول الوقت. بمعنى ايه مثل التحرك للبلد طول الوقت؟ في البدايه القلب بينبض، بينبض يعني يدخل لجوه، يعني مش هو بيعمل بوم 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 كده، يعني ايه؟ بيدق، بيدخل لجوه القلب ده، بيتعصر كده شويه، يدخل لجوه كده فيقوم زائق الدم لبره. الدم ده بيخرج وينتشر لكل الجسم، يروح يدي للجسم كله الغذاء. بعد كده الدم ده ادى الغذاء للجسم، يروح الدم ده لافف تاني وراجع للقلب. يبقى القلب بيخرج الدم وياخده تاني، يخرج القلب وياخده تاني، يخرج القلب وياخده تاني، بيخرج الدم ويرجعه تاني، بيخرج الدم عشان ينتشر للجسم وبيستقبله تاني عشان يضخه تاني وهكذا. الدم اللي بيخرج من القلب احنا بنديله لقب، او الدم عموما اللي بيخرج من القلب بيخرج في أوعية اللي بالاحمر دي اللي اسمها ارترس. ارترس. طب ايه الفرق يعني بين الدم اللي خارج من القلب والدم اللي داخل؟ قال لك الدم، لو اعتبرنا ده قلب، الدم اللي خارج من القلب هو دم مليان اكسجين، بيروح يوزع الاكسجين على الجسم كله. لما يوزع الاكسجين على الجسم كله بيتلوث ويخلص الاكسجين،
فيقوم راجع تاني للقلب، القلب يقوم مخرجه موديه على الرئه. قصه كده احنا مش محتاجين نتكلم فيها الوقت، بس لو انا سالتك الارترس اللي هي الشرايين اسمه شريان، they carry blood rich in oxygen، عندها كده في الامتحان oxygen and the nutrients from heart من القلب to all body cells. يبقى arteries بتشيل اكسجين ولا بتشيل كربون دايكسايد؟ لا، الارتريس arteries carry oxygen and deliver the blood rich in oxygen to all body parts from heart. يبقى from heart to all body parts، ده الارتري، ده الشريان. عكس الشريان الفين، فينس هي الأوردة، بتاخد الدم الملوث اللي مليان كربون دايوكسيد ترجعه للايه؟ للقلب تاني. يبقى العكس بقى، ده مش من مش فروم هارت تو اول بادي، لا، فين فروم اول بادي، من كل الجسم تو ذا هارت. يبقى ات ريتين بلاد ذات كاري كربون دايوكسيد، الفين بيشيل كربون دايوكسيد اند فيري سمول اماونت اوف نيونس باك تو هارت. في الاخر خالص في حاجه اسمها بلاد كابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه الصغننه خالص اللي بتبقى منتشره على الجسم، في ار، وبتبقى موصله الفين بالارتري، يعني بتوصل الفين بالارتري، دي ار تايني بلاد فيسلز ذات كونكت ارتريز تو فين. والتفاصيل دي مش عليكم قوي في الشرح، يعني مش عليكم قوي التفاصيل بتاع السيركيلاتوري، انا مش عاوزك تحمل نفسك اكتر من طاقتك في السيركيلاتوري. كل الحكايه انك تفهم ان في دم في الجسم، افهم الكلمتين دول، وان البلاد ده الجسم محتاج يتحرك، يعني الدم ده مفروض يتحرك طول الوقت، في دم مليان اكسجين وده احنا عاوزين نوديه للجسم، ده بيتحرك عن طريق الارتري، وفي دم تاني ملوث مليان كربون دايوكسيد عاوزين نروح ننقيه، ده عن طريق الفين. ايه اللي بيوصل الارتري بالفين؟ هو البلاد كابيلرز. طيب يا مستر، هو هل البلانت عنده نفس الفكره بتاعه الترانسبورتيشن دي، بتاعه انتقال الليكويدز دي؟ يعني هنا البلاد بينتشر في الجسم كله رايح جاي رايح جاي، هل البلانت عنده فكره رايح جاي دي؟ يعني هل البلانت بينتقل فيه برضو الليكويدز كده؟ قال لي اه، البلانت برضو عنده ترانسبورت سيستم، البلانت عنده سيستم لنقل الغذاء جوه جسمه، بمعنى ان في حاجه اسمها بلانت فاسكولار سيستم، واتس ا سيستم اوف فيسلز اللي هي تيوبس، يعني ذا ترانسبورت ووتر نيوترينتس اند بلانت فود بتوين بلانت بارتس. لو بصيت تحت هنا هتلاقي ان الزايلم ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ده بينقل الووتر من تحت لفوق جوه الستيم، جوه ستيم، جوه جسم النبات نفسه. يبقى لو قلت لك يعني ايه زايلم، it consists of tubes that transport water and the nutrients upward from the roots to the leaves to make plant ايه؟ to make plant food. يبقى هو tubes، الزايلم ده tubes transport nutrients up word from roots to the leaves of plant. طيب يا مستر، الميه طلعت والغذاء كل وعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس وعمل الاكل، مفروض بقى الاكل ده ينتشر لكل اجزاء النبات. هنا يجي دور حاجه تانية اسمها فلايم. فلايم هي تيوبس برضو، بس دي مسؤوله عن انها تاخد الغذاء فقط تنقله للبلانت كله. It consists of tubes that transport produced glucose، جلوكوز اللي هو الغذاء، sugar يعني، from leaves to all other parts of plant to grow. يبقى لو سألتك في الامتحان الزلايم ده بيعمل ايه؟ It transport، بتنقل water and nutrients، وهقولها لك الوقتي وهتفتكرها في الامتحان. لو جاب لك في الامتحان water and nutrients يبقى هو قصده زايلم، لو جاب لك في الامتحان
the produced glucose sugar او جاب لك food، تقول له فلاين. اللي بينقل المية هو والنيوترينس المية والغذاء هو الزايلم، انما بعد ما الحاجات دي تتهضم ويصنع الجلوكوز ويصنع الغذاء بتاعه بينقله عن طريق الفلايم، ودي انابيب تانية بتنزل تنتشر في كل البلانت. اخر حاجة موجودة في الدرس ده هي بلانت فود، واحنا اتكلمنا عنه فالجزء ده قراية مش شرح. كل الحكاية ان هو بيشرح لي تاني الفوتوسينثيسيس بروسيس، فانت ممكن تقراها تفهمه جدا. فكرة ان البلانت هاف كلوروفيل، وان الكلوروفيل ابزورب سان لايت، وان الاستوماتا ابزورب او الاستوماتا اوبن بتفتح عشان تاخد الكربون دايكسايد، والبلانت زايلم اللي هو من تحت بيطلع المية ويتعمل الغذاء وينتشر عن طريق الفلايم. كل ده احنا شرحناه، مفهوش اي حاجة. طبعا في جزئية هنا هو بيشرحها لي ان في حاجة اسمها ريبرودكشن. الريبرودكشن هي عملية التكاثر، زي لما انسان لما ذكر يتجوز انثى يخلفه في البشر. وبالتالي هل البلانتس بتتكاثر بتتجوز؟ البلانتس بتعمل عملية ريبرودكشن عن طريق الفلاورز دي. يعني لما وردة بتتجوز بتتجوز ازاي؟ قال لي بيبقى في وردة ميل، وده هنعرفه لما نطلع إعدادي شوية، وفي وردة في ميل. في الورد حاجة اسمها سيتس، بذور بتنتشر طول الوقت وخصوصا في فصل الربيع، وتنزل على الوردة الأنثى وتبتدي وردة جديدة تطلع. ده بيتم ازاي؟ عن طريق الفلاورز. Flowers they are reproductive part of many plants. الورد ده هو المسؤول عن انتاج ورد جديد وانتاج زرع جديد. دايما الشجرة اللي فيها ورد بيخرج منها حبوب تقع تزرع لك زرعة جديدة. Function of plant flower they produce seeds that help plant to grow. وطبعا عملية الريبرودكشن اصلا، ايه كلمة plant reproduction؟ معناها process of making a new plant. طبعا ده معلومة كده في اخر الدرس برضو ما يجيش في امتحان كتير. اهم جزء في الدرس ده هو فهمك للحكاية كلها، وتسمع الفيديو اكتر من مرة. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.